كمان يعني جدير بالذكر ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف على قطاع كره القدم قرر خصم مبلغ 300,000 جنيه من كل لاعب في الفريق الاول، وخصم 300,000 جنيه من مدير الكره وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب مختلفه من بقيه اعضاء الجهاز الاداري والطبي وفقا لرواتبهم. ده طبعا اكيد بعد اداء الفريق في مباراه السوبر اللي لم يكن يتناسب على الاطلاق مع قدرات الفنيه الكبيره التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني والاداري والطبي. يعني استكمالا برضو للخبر اللي انت اتكلمت فيه، كمان كابتن محمود الخطيب قرر اتخاذ بعض الاجراءات الاخرى في ذات الاتجاه لحين بقى عوده كل عنصر، هنا بنتكلم لتقديم المردود اللي بيستحقه النادي وجماهيره. يعني ربما البعض بيرى ان هو ده القرار السليم، وربما البعض يرى ان يعني كان المفروض ده يتم من زمان، وربما البعض بيرى ما كانش ليها داعي. كل واحد حر في رايه، بس اللي بيتم على الارض ده اعتقد في الاول وفي الاخر الجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب على درايه بيه جدا. يعني قرار زي ده لازم اكيد ان هو يعيد تاني كده، نتكلم ثوابت النادي الاهلي، وظل كمان الدعم الكبير اللي احنا بنتكلم عنه اللي بيتم وتوفيره لمنظومه الفريق الاول لكره القدم. حقيقي احنا محتاجين بقى ان هو يصل بيته محاط الاهلي وجماهيره. فيعني قرار ممكن يكون فعلا محترم جدا وصائب جدا، وهنشوف مردوده باذن الله يكون ليه مردود ايجابي على الملعب بقى او على الارض، لان يعني معرفش المشهد ما كانش حلو امبارح. صحيح ده اللي نقدر نقوله. وعشان يعني الدعم اللي انت بتتكلمي عليه ده اللي خلاني قلت من شويه ايه، ما لهمش حق يعملوا كده. يعني ما كانش ده المتوقع وما كانش ده المنتظر، لانه لا يتماشى مع حاجات كتير قوي.